الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الحمد لله واقينا من الزلل رب العباد وشافينا من العلل، ثم الصلاة على المختار سيدنا خير البرية من حاف ومنتعل وآله الطيبين الطاهرين أولي المجد الذين مشوا في أكمل السبل. الحمد لله منزل الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب، خلق فأحسن وصور فأتقن وقدر فأحكم وعلم الإنسان ما لم يعلم، جعل العلم دليلا إليه وشفيعا مشفعا عنده، يصرف به البلاء ويرشده إلى الدرجات العلا. الحضور الكرام، أهالي الخريجين والخريجات، أهلنا في الوطن والشتات، داخل فلسطين وخارجها عبر فضائية فلسطين، أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا المهرجان الوطني العلمي المهيب، وفي هذا العيد السنوي الذي نتباهى به على العالم أجمع بعلمنا وثقافتنا بفكرنا وأخلاقنا رهن وجودنا وحريتنا واستقلالنا. حقا أيها الإخوة، إنها مناسبة غالية علينا، مناسبة تخريج الفوج الجامعي السادس، الفوج 78، فوج الدولة 194، إيمانا منا ويقينا بأن أعمدة الدولة وصروح الحرية لا تقام أبدا على الجهل والتخلف. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. كل التهاني والتبريكات للخريجين والخريجات ولذويهم الذين لم يظنوا بالجهد ولا بالمال وتحملوا كل ظروف الحياة فكانوا خير معين ورافد من روافد الخير والعطاء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يدركه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. شرطة أمين لو سمحتوا. تمام. وما العراب
فكان لقومه نفعا وفخرا، ولو تركوه كان أذى وعابا. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابا. فإن كرنت مكارمهم بعلم تذللت العلا بهم صعابا. أهلا بكم أيها الخريجون والخريجات. العلم يغرس كل فضل، فاجتهد ألا يفوتك فضل ذاك المغرس. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخو العلم الذي نزهو به في حالتيه عاريا أو مكتسي. فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبس. فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. وبهذا الحفل المجيد لتلبس حلة من المجد والسؤدد والفخار، فرحا وأملا بهذه الأزاهير الشذية التي والله نعول عليها لغد مشرق، غد بعيد عن الخلافات، بعيد عن التخلف، بعيد عن التمزق والشرذمة، بعيد عن الجهل والانحطاط. بني فلسطين كونوا قوة ويدا، قد يختفي في ظلال الورد ثعبان. بني فلسطين مدوا للعلوم يدا، فلن تقام بغير العلم أركان. لا تفتهوا غير إتقان وتجربة، فقيمة المرء تجريب وإتقان. فكللوها بأخلاق ومرحمة، فإنما المرء أخلاق ووجدان. يرسمون مستقبل فلسطين، وعيونهم ترنو إلى سمائها الصافية غير المتلبدة بغيوم الفرقة والخلافات والمصالح القذرة. آه من المصالح القذرة، بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. ومن طلب العلا من غير جد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا، كلا تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي.
كل التهاني والتبريكات مرة أخرى لإخواننا الخريجين وأخواتنا الخريجات ولذويهم الذين سهروا عليهم وما بخلوا. وأقول يا أبناء ويحكم ادرسوا ويحكم ادرسوا، لا تطلبوا العلم الشريف رياء، لا تجعلوا طلب التعلم غاية فيكون والجهل المميت سواء، بل حاربوا الزيف المهيمن في الورى فغدا وقد عم البلاء. سمعتم يا إخوان، أقول مرة أخرى وأنا ما تعودت أن أكون عليم عدل فيه فوضى، الرجاء الهدوء إن سمحتم. يسابق بعض الناس بعضا بفضلهم. أهلا بورثة الأنبياء، أهلا بالشموع التي تذوب لتنير دروب الحياة بالأمل والحب والمعرفة. أهلا بورثة الأنبياء الذين لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول رسولنا الأعظم صلوا عليه، اللهم رغباتهم ويعملون على تلبية حاجاتهم بإرادة لا تفتر وعزيمة لا تلين. فسر أيها المعلم على بركة الله برسالتك المقدسة، فإنك حقا الأب والأخ والإنسان، وأنت على ثغر من ثغور وطنك، فلا يؤتين من قبلك، وأنت الذي يقدرك أبناؤك ووطنك أحسن تقدير. وإن العالم يا إخوان لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء، وإن أمسى إليهن ينتمي. ولا خير في من إن أحب دياره أقام ليبكي فوق رفع مهدم. Thank you.
الحمد الله ومعالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور علي أبو زهري وعطوفة المحافظ جمال سعيد، أهلا وسهلا. لقد تم السرور لنا وهزنا كلنا من قربكم طرب وقرت العين باللقيا ووصلكم، فالحمد لله حمدا دائما يجب. ويا إخوتي، لوطننا كل الحب ولفلسطين كل الأمان والمنى، حيوا معي فلسطين، حيوا وطننا العزيز بوقفة الاستعداد والسلام الوطني. فتفضل. ندعو للشهداء الأكرم منا جميعا ونحن واقفون. اللهم ارحم شهداءنا وأسكنهم فردوسك الأعلى. اللهم اجبر القلوب المنكسرة بفقدهم واجعلهم منارا يهتدى بهم يا أكرم الأكرمين. وندعو لأسران البواسل، اللهم ألهمهم الصبر والثبات وارزقهم الفرج القريب الآن. اللهم فك أسرهم وردهم إلى منازلهم غانمين سالمين، ولا تجعل للطغاة عليهم سبيلا. شكرا لكم. وترحيبا إخوتي، تفضلوا الجلوس. وترحيبا براعي الحفل، تقدم إحدى الطالبات باقة من الورد لدولة رئيس الوزراء. كما تقدم طالبة أخرى كتاب التخريج لدولة رئيس الوزراء وصحبه الكرام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور علي زيدان، عطوفة المحافظ الأخ جمال سعيد، سعادة الأستاذ الدكتور مروان عورتاني رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري، الضيوف الأكارم مع حفظ الألقاب والرتب والمسميات، الحضور الكرام، أبناء شعبنا في الوطن والشتات عبر فضائية فلسطين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجامعة العتيدة بمناسبة تخريج الفوج السادس الجامعي، الفوج 78 من طلبة خضوري. هذا الفوج الذي أطلق عليه فوج الدولة 194 تيمنا بجهود قيادتنا الحديثة للحصول على حقوقنا الوطنية، والتي أثمرت بالحصول على عضوية دولة لم تكتمل بعد. وإننا من هنا من أرض جامعة فلسطين التقنية خضوري نعلن أننا مع هذه الجهود بكل جوارحنا أساتذة وطلابا وعاملين، ونطالب سيادة الرئيس بالاستمرار بكل ما أوتي للحصول على عضوية كاملة لفلسطين لدولتنا المنتظرة. أهلا بكم مرة أخرى في هذا اليوم الذي نتباهى به أيها الإخوة، لا بجاه ولا مال ولا حسب، بل بالعلم والمعرفة والثقافة والأدب. العلم حلة فخر، من تسربلها كانت له نسبا يغني عن النسب. وإننا والله إن جمعنا لا يزهو بمشاركتكم، ونأمل أن يكون لوجودكم بالغ الأثر، فقد طبتم وطاب ملقاكم. وفي مستهل هذا الحفل البهيج، أنقلكم بداية أيها الإخوة إلى نفحات
إلى نفحات الإيمان والسكينة. طبعا أرحب بدولة رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام طيار، أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأخوة، أنقلكم إلى نفحات الإيمان والسكينة، إلى دوحة الخشوع والجلال، وواحة الفصاحة والبيان والجمال، إلى أشرف كتاب وأطهر محراب كتاب الله المبين، ومع آيات زكيات نديات، مع صوت شدي بهي، مع الطالب مثنى سدلة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. شكرا للأخ مثنى سدلة على هذه القراءة الجميلة. إخوتي، أرحب بأمين سر حركة فتح الأخ مؤيد شعبان، ومحافظ قلقيلية الأخ ربيع خندرجي، ورؤساء الأجهزة الأمنية المحترمين، وأمين عام مجلس الوزراء والوزراء المحترمين. اعذروني إن كنت نسيت أحدا، فوالله لا أقصد أبدا. خضوري فيك وجداني، خضوري فيك وجداني وإحساسي وإيماني، فأنت الركن للآمال تسمو فوق أركاني. حباك الله بعد الصبر حقا قلب إنساني، يداوي جرحك الدامي بإحساس وتحناني، وبسمة فارس يطفي بها جذوات نيراني. فتيهي يا ابنة الأمجاد رغم الجرح وازداني، فخلفك قائد يسعى إلى مجد وعمران، لذا أدعوه للإفصاح عن مكنونه الداني، فهيا اعلو المنصة بح لأهلك يا عورتني. تفضل، ومع كلمة رئيس الجامعة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، عطوفة مسير أعمال محافظة كركرم الأخ جمال سعيد، السادة مدراء المؤسسات الحكومية والأمنية والخاصة، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات، الخريجون والخريجات الأعزاء وذويهم، الضيوف الكرام، يشرفني أن أرحب بكم جميعا في كنف العراقة والتاريخ في ربوع جامعة فلسطين التقنية
حضوري لنحتفل في هذا اليوم الأغر بتخريج الفوج السادس، فوج دولة فلسطين العتيدة من طلبة الجامعة، والفوج 78 من طلبة حضور التاريخية. في هذا اليوم الأغر تتوشحون أيها الخريجون بوشاح جامعتكم الأم، وتستحقون شهاداتها بجدارة، فهنيئاً لكم بنجاحكم، وهنيئاً لذويكم وجامعتكم وفلسطينكم بهذا الحصاد الطيب. لقد تشرفت بتكليفي برئاسة هذه الجامعة من قبل سيادة الأخ الرئيس السيد أبو مازن قبل 3 أشهر فقط، لذا فإنني أود أن أنتهز هذه المناسبة لكي أرسم بإيجاز منطلقات إدارتي وتوجهاتها للفترة الرئاسية القادمة. أولاً، على صعيد الهوية، لا نريد لجامعة الدولة أن تكون إضافة عددية للجامعات الفلسطينية، فلدينا من الجامعات ما يكفي أو يزيد. نريد لها أن تكون وبحق جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأن تعمل على استحداث برامج بينية مميزة في مجالات طبيعية مختارة، كما سنسعى إلى جعلها منارة للثقافة العلمية وحاضنة للإبداع العلمي والتكنولوجي. ولأننا جامعة حكومية، سنعمل لكي تبقى أقساطنا في متناول السواد الأعظم من أبناء شعبنا، لقناعتنا بأن التعليم العالي والتقني على أنواعه هو حق لكل الطلبة المؤهلين له، وحرصاً على ألا يشكل العوز أو ضيق الحال عائقاً أمام ممارسة هذا الحق، فقد وضعت الجامعة نظام منح دراسية يستفيد منها أكثر من نصف طلبة الجامعة. 2، على صعيد التعاون الدولي، إيماناً منا بأن العالمية هي من أهم مقومات تنافسية وجودة التعليم العالي، فإننا نعمل بشكل حثيث على نسج طيف من اتفاقيات التبادل والتعاون الأكاديمي مع العديد من الجامعات المعتبرة على المستوى العربي والعالمي على حد سواء. تشكل هذه الاتفاقيات نوافذ لطلبتنا وأساتذتهم على مشارف العلم والمعرفة، كما تجعل من جامعتنا مورداً تشد لها الرحال. وقد تم مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات مع جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا. سنسعى أيضاً، وهذا هو الأهم، إلى الاستفادة من المخزون المعرفي والتكنولوجي الهائل لعلمائنا وخبرائنا في بلاد المهجر، فهؤلاء هم أبناؤنا وبناتنا مهما بعدت المسافات وطال الأمد. 3، على صعيد البنية التحتية، ستستمر الجامعة في خطط البناء والتوسع العمراني، وهناك بالتأكيد الكثير مما نتطلع لإقامته خلال السنوات القليلة القادمة. وفي هذا السياق نقدم بارز الشكر والتقدير لمؤسسة التعاون والصندوق العربي على المنحة التي تم التوقيع عليها قبل 2 أسبوع لغرض تشطيب مبنى المكتب الجديد. كما نقدم عظيم الشكر والامتنان لدولة رئيس الوزراء على تبنيه قبل بضعة أيام مشروع إنشاء مبنى خاص لكلية فلسطين التقنية، يعني كلية الدبلوم. أربعة، على صعيد العلاقات الحكومية، إن لقرار إنشاء جامعة حكومية استحقاقات مالية وتنظيمية جدية، سواء في مجال الإنشاءات والمرافق، أو في التجهيزات والمختبرات، أو في توفير الكوادر الأكاديمية المؤهلة والتي تشكل دائماً عماد أي جامعة. إننا نطالب حكومتكم يا دولة الرئيس برصد ميزانية تطويرية خاصة للجامعة طبقاً لخطة استراتيجية
يتم إقرارها من قبل الحكومة، كما نطالب بتطوير الإطار القانوني والمالي والإداري للجامعة الحكومية ليكون أكثر موائمة لنماء الجامعة وازدهارها. نشكر الحكومة على تنفيذ التعديل الذي تم على سلم رواتب العاملين في الجامعة، ونعتبره خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ونحو جعل رواتبهم مكافئة للكادر الموحد للجامعات الفلسطينية. خمسة، على صعيد البحث العلمي سيبقى دعم البحث العلمي وتشجيعه عموما والبحث التطبيقي على وجه الخصوص أحد أهم توجهات الإدارة، وقد حقق الباحثون في الجامعة إنجازات بحثية يعتد بها كما ونوعا، وقد تم مؤخرا نشر العدد الأول من المجلة البحثية الإلكترونية تحت اسم مجلة فلسطين التقنية حضور الأبحاث بمشاركة باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ستة، على صعيد الجودة إننا نتطلع لأن نرتقي بالمستوى الأكاديمي لهذه الجامعة بحيث تصبح في مصاف الجامعات المميزة بالمنطقة، يشمل ذلك مختلف جوانب العملية الأكاديمية بما فيها البنية التحتية والخدمات المساندة والموارد والتجهيزات والمختبرات، كما سنعمل بشكل خاص على الارتقاء بأساليب التعليم والتعلم بعيدا عن التلقين والاستظهار، وباتجاه تعزيز مهارات التفكير الخلاق وتعزيز الفضول العلمي والاستكشاف. عشرة، على صعيد الخريجين بدأنا العمل على لم شمل خريجي حضور التاريخية وتعزيز التواصل فيما بينهم وبين جامعتهم الأم، لأن الخريجين في معظم جامعات العالم هم مورد وذخر اعتباري ومجتمعي وعلى أقي ومالي ينبغي الاستفادة منه في تعزيز كيان الجامعة وإعلاء شأنها. على صعيد الطلبة الجدد، لقد فتحت الجامعة منذ مطلع هذا العام باب القبول أمام أبناء وبنات أهلنا داخل الخط الأخضر، حيث يخضعون لنفس معايير القبول ويستفيدون من نفس سلم الأقساط والرسوم الدراسية. أهلا وسهلا بكم يا أبنائنا بين أهلكم وذويكم. إننا أيها الإخوة شعبا واحدا كنا ولم نزل. قدركم أيها الخريجون الأعزاء أنكم فلسطينيون، وفي فلسطين ليست هناك طرقا سالكة، فقد زرع الاحتلال البغيض دروبنا بصروف الصعوبات والتحديات، وأصبحت المشقات تتخلل تفاصيل حياتنا. لا تجعلوا من ذلك مدعاة للقنوط أو اليأس أو الرحيل، بل اجعلوا منه دافعا إضافيا للصمود والبقاء، ومحفزا يستنهض كوامن قدراتكم وإبداعاتكم ويسبل همتكم ويقوي إرادتكم وإصراركم على النجاح. فأنتم رأس مال فلسطين ومخزونها الاستراتيجي، وعليكم يقع واجب بناء فلسطين المستقبل وتعزيز بنيانها المعرفي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وتحصينها إزاء عالم ما فتئ يزداد تعقيدا وتنافسا. نعدكم وأنتم تهمون بالعودة إلى دياركم مرفوعو الهامة بشهادة جامعاتكم الغراء أنكم ستبقون جزءا أصيلا مشرقا من مجتمع جامعتكم، وأننا سنبقى معكم على تواصل. وعدونا أنتم بأنكم ستبقون جامعتكم الأم ماثلة أمام أعينكم مهما بعدت المسافات وطال الأمل. كونوا في حلكم وترحالكم سفراء أوفياء لها، واحرصوا كل الحرص على أن تتركوا على صرحها الشامخ بصمة عرفان تساهم في تعزيز بنيانها وإعلان شأنها. وفي الختام، فإنني أود أن أوجه رسالة شكر وتقدير باسمكم جميعا لأهل هذه المدينة الطيبة طول الكرم العظيمة لما قدموه لهذه المؤسسة على مدى عشرات السنين، فقد قدموا خيرة أراضيهم واحتضنوا العاملين والطلبة وبذلوا كل جهد ممكن لكي تظل حضور المدرسة والمعهد والكلية والجامعة علما مميزا في الحياة الأكاديمية الفلسطينية والإقليمية. لقد استحق شعبنا
دولته بجدارة واقتدار، لنعمل معا ونغض الخطى نحو الأعالي لكي تكون جامعتنا الرغاء جديرة بفلسطينها. شكرا لرئيس الجامعة على كلمته التي حاول الاقتضاض بها قدر الإمكان، وهو والله يؤمن بالاختصار مثلي، ولكن قدره أن يفصل صوته رئيس الجامعة. أرحب بالأستاذ الدكتور داود الزعتري رئيس جامعتنا الأسبق، ومعالي وزير المواصلات دكتور نبيل الضميضي، والأخ بسام الصالحي عذرا على أي خطأ. لكن الله يا تربة لم تزل على الظهر تنجب قلب الرجال، فجرحك يا أم ميلادنا ولا ينبت الجرح إلا المعالي، وطول كرم كانت ولما تزل مآثر للمجد في كل حال، ولم تلتفت لبلاء عظيم ولم تتأثر به أو تبالي، فيا لإجابة أبنائها بكل مقام وكل مجال، محافظة شأنها مذهل وتسعى بأحلامها للكمال. وكيف أحدث عن قدرها وأحصي تميزها في مقالي وراعي مسيرتها بيننا، فروم حقيقتها من جمالي. فليتفضل الأخ جمال سعيد لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. دولة الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، دكتور علي أبزوري وزير التعليم العالي، دكتور مروان العورتاني رئيس جامعة فلسطين التقنية، أصحاب المعالي والعطوفة والنيافة والسعادة، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أكون معكم اليوم في تخريج الفوج السادس، فوج الدولة لهذه الجامعة، جامعة فلسطين التقنية. واسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تحيات وتهاني فخامة السيد الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة، ويسعدني أن أهنكم على نجاحكم وما حصلتم عليه من علم ومعرفة، بما يمكنكم من المزيد من الانخراط في حماية أرضنا وثقافة شعبنا وتراثه الوطني، والنهوض بالمجتمع والمشاركة الفعالة في بناء مؤسسات الدولة وحكم القانون. واسمحوا لي أن أتوجه بالتحية إلى أبناء الطلبة والطالبات خريجي هذا العام في مختلف الجامعات الفلسطينية والعربية والدولية، ونحيي كذلك كافة الجامعات الفلسطينية على ما تقوم به من مساهمة ملموسة في بناء وإعداد الكفاءات الفلسطينية وتطوير مواردنا البشرية لتكون قادرة على خدمة شعبها ومجتمعنا وبناء ركائز دولتنا المستقلة. فألف مبروك للخريجين ومن خلالهم لذويهم، وكل التحية للقائمين على جامعة فلسطين التقنية ممثلين بسعادة الدكتور مروان العورتاني والكادر الإداري والأكاديمي. واسمحوا لي أيضا أن أحيي أسرة الجامعة على الجهود التي تبذلها حتى أصبحت مؤسسة أكاديمية متميزة تلتزم بأسس التميز وتشجيع الابتكار والتجربة والإبداع والإتقان والعمل الجماعي والديمقراطية المبنية على التعددية وحرية الرأي واحترام الآخر، والتميز أيضا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما التزمت الجامعة ومنذ تأسيسها بتوفير الفرص التعليمية دون تمييز وتهيئة الطلبة ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع،
وذوي شعور قوي بالانتماء ضده. ونجد اليوم العديد من خريجي جامعة قدوري منتشرين في فلسطين وباقي دول العالم يتبوؤون المناصب العليا في الحقوق الأكاديمية ومؤسسات القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العالمية. إن هذا الدور الذي لعبته قدوري يشكل جزءا أصيلا وفعالا من دور المؤسسات الوطنية في مواجهة الاحتلال وتوفير سبل الصمود لشعبنا وقدرته على حماية مشروعه الوطني والتصدي لمشروع الاحتلال الاستيطاني. وكل مؤسسات محافظة الكرم حريصة على نجاح هذه الجامعة وتميزها من خلال الترويج لها والحفاظ على مقدراتها وخاصة وحدة أراضيها وتوفير الكادر المناسب للأكاديميين والأساتذة هذه الجامعة. إن شعبنا وهو يصل هذا الصمود الأسطوري فإنه أكثر من أي وقت مضى يؤكد تمسكه بحقوقه الوطنية والمحافظة على الثوابت رغم كل الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية وتهرب الاحتلال من الالتزامات العملية عليه ببناء مزيد من المستوطنات والتوغل بدماء الفلسطينية. وفي هذه المناسبة فإننا نجدد التزامنا الكامل بهذه الحقوق والتي قدم شعبنا من أجلها أغلى التضحيات حتى يتمكن من العيش بحرية وكرامة. وهذا هو عهدنا لشعبنا ولن نتراجع عنه. ولقد أبدى شعبنا على مدار سنوات ما بعد النكبة اهتماما كبيرا بالتعليم كرد على محاولات طمس وتبديد هوية الوطنية. وقد بذل أهلنا على مر السنين الغالي والنفيس كي يوفروا لأبنائهم فرص التحصيل الأكاديمي المميز. وقد شكل هذا الاهتمام مصدرا أساسيا لتعزيز القدرة على الصمود والإسهام في استعادة الهوية الوطنية وبلورتها وحمايتها كما جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. وكذلك شكل الاهتمام بالتعليم ركيزة رئيسية لحالة النهوض الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بعد 67. نفتخر بأننا في محافظة الكرم محافظة التفوق والنجاح محافظة الأمن والأمان الذي هو مطلب شعبنا. ونحيي بهذه المناسبة المؤسسة الأمنية على جهودها ليل نهار لتوفير الأمن والأمان وبسط صيادة القانون لتوفير بيئة مناسبة للبناء والتطوير والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للخريجين والأجيال القادمة. وأخيرا أبارك لكم مرة أخرى وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم العملية ولشعبنا المزيد من الإنجازات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ جمال سعيد على هذه الكلمة. غاية السعد وكل الأمل أن نرى البسمة فينا تجتلي فنجاح النشء ما يسعى له كل إنسان غيور عامل يصنع الرغبة في أبنائنا وطموحا داميا من زحلي فبعلمي سوف أبني وطني وبعزمي تصبح العزة لي. لا ينال المجد غر جاهل لا يبالي أبدا بالفشل بيننا اليوم وزير دابه خدمة العلم بشق السبل وهو في تخطيطه لا ينثني يبتغي النهضة للمستقبل فابعث الآمال فينا سيدي وتفضل ببيان يا علي. وليتفضل معالي وزير التربية مشكورا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمح تصورها؟ طبعا. دولة الأخ الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور مروان عورتاني رئيس جامعة قدوري، دولة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء السابق،
عطوفة مسير أعمال محافظة الكرم الأستاذ جمال سعيد، السادة الوزراء، أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، الأخوة رؤساء وأعضاء الأجهزة الأمنية، الأخ الدكتور داود الزعتري رئيس الجامعة السابق، الزملاء أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بجامعة خضوري والجامعات الفلسطينية بشكل عام، التعليم العالي لدعم وتطوير برامج الجامعات الفلسطينية بشكل عام والجامعات الحكومية بشكل خاص. جامعة فلسطين التقنية هي وفاتية وبحاجة إلى تكاثف الجهود لدعمها وتوفير السبل لها لطرح برامج تطبيقية ومميزة وغير تقليدية حتى تتميز في هذا المجال. يقارب من 15,000 طالب وطالب من خريجي الثانوية العامة، ولكن ما يثير القلق فإن الأحصائيات الأخيرة تشير إلى أن أعداد الطلبة الملتحقين ببرامج العلوم الإنسانية والتربوية والاجتماعية يمثل حوالي 70% من مجموع طلبة الجامعات الفلسطينية. لذا هناك دور مهم وأساسي يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي لتوجيه الجامعات للتركيز على برامج التقنية والتطبيقية، حيث تم مناقشة هذا الأمر مؤخرا في الاجتماع الأخير للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، لأن الهدف الأساسي لهذه الهيئة هو ليس اعتماد البرامج الأكاديمية فقط، ولكن عليها توجيه الجامعات إلى التميز ببرامج تطبيقية وتقنية، حيث أن مجالات العمل لخريجي هذه البرامج بعد التخرج كثيرة ومتنوعة. ومن جهة أخرى تسعى وزارة التربية والتعليم العالي وبتوجيه من الحكومة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله للاهتمام بعدد من الملفات لتطوير مؤسسات التعليم العالي، ومنها أولا صندوق إقراض الطالب. لقد تم إنشاء صندوق إقراض الطالب في بداية عام 2001 بهدف تقديم القروض الحسنة لطلبة التعليم العالي غير القادرين ماديا على دفع رسومهم التعليمية لتمكينهم من مواصلة التحصيل من الجامعة. لقد بلغ عدد الطلبة المستفيدين من الصندوق منذ نشأته وحتى اليوم حوالي 230,000 طالب وطالبة في جامعات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغت قيمة الأموال التي قدمت للطلبة منذ تأسيس الصندوق حتى الآن حوالي 184 مليون دولار. يقوم الصندوق بتقديم قروض دراسية لحوالي 35,000 طالب وطالبة سنويا بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار سنويا. وقد أصدر فخامة الرئيس محمود عباس قرارا بالقانون لتأسيس الصندوق بتاريخ 25/4/2013 لتنظيم آليات عمل الصندوق والمساهمة في زيادة عدد الطلبة المستفيدين. ثانيا، الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي. تأسست الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في عام 2002 بهدف تحسين جودة التعليم، ومن ذلك الحين تولت الهيئة مسؤولية ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية. مؤخرا تم تفعيل دور مجلس البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم العالي تقييم مشروع مقترح للنظام مجلس البحث العلمي لإقراره من قبل مجلس الوزراء. وأيضا أصدر فخامة الرئيس في شهر شباط 2013 مرسوما لتأسيس مجلس البحث العلمي بناء على تنسيق مجلس الوزراء،
وحدد المرسوم تشكيل المجلس ومدة عضوية الأعضاء، وعليه قام مجلس الوزراء بالمصادقة على تسمية أعضاء مجلس البحث العلمي، وتم تعديل النظام ليصبح جاهزا لإقراره من مجلس الوزراء. كما أعلنت الوزارة مؤخرا عن فتح باب التقدم لدعم مشاريع بحثية في عدة قطاعات بحثية. يتم دعم هذه المشاريع من ميزانية الحكومة للعام الحالي، وهي الآن في مرحلة التقييم. رابعا، معادلة الشهادات العلمية بعد مرور أكثر أوروبية اللي هو بولونيا بروسيس أو نظام البولوني، ارتأت الوزارة ضرورة صياغة نظام جديد معدل لمعادلة الشهادات بما يتواءم مع هذه التطور. خامسا، صندوق تطوير الجودة. لقد بدأ العمل في صندوق تطوير الجودة منذ العام 2005 بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة تم تمويل 53 مشروعا في جامعات وكليات الضفة الغربية وقطاع غزة لتحسين برامج تعليمية في مؤسسات التعليم العالي، وبكلفة بلغت حوالي 15 مليون دولار. وقد تناولت هذه المشاريع عدة مجالات، منها الصحة وتكنولوجيا المعلومات والتربية والهندسة والتغذية وبناء القدرات للمؤسسات التعليمية وإدارة المعلومات في مؤسسات التعليم العالي. ومن أهم المشاريع التي قامت بدعمها الوزارة هي مصادقة الوزارة مؤخرا على بدء مشروع ربط سوق العمل ببرامج الجامعات والكليات الممول من البنك الدولي، حيث قامت اللجنة العليا لصندوق تطوير الجودة في اجتماعها الأخير بمراجعة وإقرار نتائج التقييم الخارجي، والتي أسفرت عن نجاح 11 مشروعا من منح صندوق تطوير الجودة بقيمة 2.6 مليون دولار. توزعت المشاريع الناجحة بين 5 جامعات و5 كليات جامعية في الضفة والخارج. وأخيرا، أتمنى لخريجات وخريجي جامعة فلسطين التقنية التوفيق، وأبارك لهم ولعائلاتهم تخرج أبنائهم، وأن الوزارة ستكون داعمة لخطط هذه الجامعة الناشئة وتسخير كافة إمكانيات الحكومة الفلسطينية لدعم برامجها والعاملين بها، والذين أبدوا حرصا كبيرا على المحافظة على مسيرة الجامعة الأكاديمية والإدارية طيلة الفترة الماضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور علي زيدان على هذه الكلمة. فرحة هلت علينا تتوالى كل عام، فرحة هلت علينا تتوالى كل عام، يتباهى الناس فيها بنجاحات جسام. تجلب البهجة حقا ثم تمضي بسلام، غير أن اليوم نزهو بحضور وكرام. وفتى لست أزكيه جدير باحترامي، حدثت أفعاله عنه ومالي والكلام. وهو في الميدان سهم من سهام الحق رامي، إن شاء الله طبعا. وهو في الميدان سهم من سهام الحق رامي، نافذ والحمد لله صقيل كالحسام. فادن من قومك أهلا بك في هذا المقام، مرحبا بك في خضوري وتفضل بالكلام. ومع كلمة دولة رئيس الوزراء فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الأخ سيد محافظة الكرم الأخ جمال سعيد، دولة الأخ الدكتور سلام فيار، معي الأخ وزير التربية والتعليم العالي أستاذ الدكتور علي أبو زهري، سعادة الأخ الدكتور مروان عورتاني رئيس جامعة فلسطين التقنية حضوري، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة كل باسمه ولقبه،
والسيدات والسادة أعضاء الهيئة التدريسية، أبناء الطالبات والطلبة الخريجون ودهوه الكرام، الحضور الكرام جميعا، يسعدني أن أقف اليوم بينكم لنحتفل بتخريج الفوج الجامعي السادس، والذي ارتأت الجامعة أن يحمل هذا العام عنوان فوج الدولة 194، وذلك انطلاقا من أهمية البناء على الإنجاز الذي حققه شعبنا وقيادته على رأسها الأخ الرئيس أبو مازن بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، والذي أتى انتصارا لنضالات شعبنا وكفاحه الطويل من أجل الحرية والاستقلال. واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن وتهنئتي لكم على ما حققتموه من نجاح وتفوق. كل التحية إلى أبنائنا وبناتنا الخريجين هذا العام من مختلف الجامعات الفلسطينية والعربية والدولية، وكل ثقة بأنكم ستمكنون من الانخراط الفاعل والخلاق في بناء مجتمعكم ودولتكم، فأنتم أمل البلاد وبناة المستقبل. ونحن في كنف جامعة فلسطين التقنية حضوري، التي كانت ولا تزال صرحا علميا ووطنيا نعتز به، تخرج كل عام طلابها ونحتفل بتفوقهم وانجازاتهم، فلا بد وان نستذكر كل القائمين على هذه الجامعه واساتذتها الكرام الذين تتلمذ على ايديهم عبر التاريخ اجيال اثبتت قدره شعبنا على التميز والنجاح والانجاز. الاخوات والاخوه الحضور الكرام، لقد فرنت هذه الجامعه على مدار السنوات قدرة كبيرة على التطور ومواكبة احتياجات مجتمعنا الفلسطيني وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، وأصبحت الجامعة الفلسطينية الأولى التي من المفترض أن تركز على التخصصات التقنية في وقت لا تزيد فيه نسبة التعليم التقني في فلسطين عن 3%، وقد استطاعت أن تتحول منذ أن تم تأسيسها عام 30 مدرسة زراعية عليا إلى كلية، لتطور وتصبح عام 2007 جامعة وطنية مزدهرة متعددة التخصصات، تقدم إلى أبناء شعبنا خدمات تعليمية هامة، وترفض مجتمعنا بعناصر وكفاءات قادرة على المساهمة في بناء هذه الدولة وحماية أرضنا وتراثنا الوطني. إن الدور التاريخي العريق الذي لعبته حضوري موقع المميز الهام الذي لعب دورا هاما في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي كان مكملا ومتناغما مع جهود مؤسساتنا الوطنيه في حمايه ارضنا وتوفير مقومات سمو شعبنا وبقائه على هذه الارض. فالتعليم كان ولا زال احد اهم ادوات حمايه هويتنا وتراثنا الوطني، بل وتكريسها ايضا. وكل امل بأن تحافظ هذه الجامعة على تفردها بطابعها التقني، وأن يتم استحداث المزيد من التخصصات التقنية لتلبي حاجات مجتمعنا الفلسطيني. لا يفوتني وأنا أقف بينكم في جامعة حضوري أن أشيد بالجهود التي بذلتها مؤسساتنا الوطنية وأبناء مدينة طول كرم وأبناء شعبنا كافة في الوطن والشتات لضمان استمرار هذا الصرح الأكاديمي ودعم تطوره. أعزائي الخريجين، إن التفوق والنجاح الذي تحتفلون به اليوم والبسمة الكبيرة التي أراها على وجوهكم تبعث فينا الأمل والقوة وتحفزنا على العمل بأقصى طاقاتنا للنهوض بقطاع التعليم بكافة مكوناته. ومن على هذا المنبر ومن منطلق حرصنا الشديد على تعزيز وتطوير جودة التعليم النوعي الذي تقدمه هذه الجامعة، أؤكد لكم التزام الحكومة المطلق بدعم هذه المؤسسة الأكاديمية المتميزة، سواء في بنيتها التحتية أو من خلال توفير وتطوير كادرها الأكاديمي والتعليمي ومدها بالتجهيزات العلمية والموارد التعليمية اللازمة. وفي هذا السياق يسعدني أن أؤكد على ما ذكره الأخ رئيس الجامعة من عزمنا على تجديد الأموال لتمويل إنشاء مبنى جديد في الجامعة،
وقد أذكر الجهات المختصة بمراسلة الصناديق العربية لتوفير هذا التمويل. أبارك مرة أخرى لبناتي وأبنائي الخريجين والخريجات الذين يخوضون ابتداء من اليوم أولى خطواتهم في طريق المساهمة الفاعلة في بناء دولتهم ورسم مستقبلها. أتمنى لكم مزيدا من الإنجازات والنجاح في حياتكم العملية، كما أحيي القائمين على هذه الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية على الجهود الجبارة التي يبذلونها للارتقاء بهذا الصرح العلمي وإعداد الكفاءات الفلسطينية القادرة على خدمة هذا الشعب ومجتمعه. وفقكم الله، وإلى مزيد من التميز والنجاح بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لدولة رئيس الوزراء، ونرجو منه التفضل بالبقاء على المنصة لتكريمه. وأدعو السيد رئيس الجمهورية، كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أهديتك الدنيا وما فيها. والآن أدعو السيد رئيس الجامعة، وأطلب من دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس الجامعة البقاء على المنصة لتكريم من لهم باع كبير في خدمة حضوره وقاموا بتقديم الدعم لمسيرة الجامعة وتطورها. السيد مالك تيم رئيس مجلس إدارة جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية ساهمت في تجهيز محطة الكويت للمعرفة والتكنولوجيا، فليتفضل مشكورا. كما نشكر البنك الدولي وبنك الإنماء الألماني KfW والUNDP لما قدموه من دعم للجامعة. الأستاذ الدكتور داود الزعتري والذي كان أول رئيس لهذه الجامعة تقديرا لجهوده، فقد عمل على نهضة خضوري من خلال تثبيت هيكلية الجامعة وعمل النظام الأساسي، فليتفضل مشكورا. الدكتور سعد ملاك النائب الأكاديمي للمرحلة المنصرمة والذي كان مثالا للالتزام والانتماء للجامعة وطلابها، فكان جزاؤه حب الموظفين والطلبة، وأنا أحبه في الله إن شاء الله. وما زلنا في مجال التكريم أيها الإخوة، واعذرونا قليلا. الآن أنقلكم إلى فكرة مميزة يعتريها الجلال والخشوع والمهابة، إذ نعهد إلى تكريم طاقة من خريجي خبور القدامى والذين ما زالوا يتنفسون عبير فلسطين، عبير الكرامة والعطاء، نجوم تخرجت في الدفعات الأولى. وهذا يدل على عراقة خضوري وأصالة تلكرم، وقد تبوأ العديد من خريجي خضوري مراكز قيادية وسياسية واجتماعية وتربوية هامة، وهذا تكريم إخاله سنة حسنة لتكون نواة لرابطة خريجي خضوري إن شاء الله. ونذكر الآن حسب الأقدمية، أولاً الأستاذ الفاضل محمود مصطفى حمد من قضاء صفد، تخرج عام 1943، يقيم حاليا في عمان. كانت أيها الإخوة له رغبة جامحة في الحضور، ولكن وضعه الصحي لم يسمح له، شفاه الله. يتسلم درعا الأستاذ أحمد خريس أحد أعلام خضوري السابقين، فليتفضل مشكورا. الأستاذ الفاضل راتب كريم الرابي، تخرج عام 1944،
تنقل في عدة مراكز، يقيم في القدس حاليا ويعمل رئيسا للجنة القدس المركزية وعضوا في جمعية الإصلاح، فليتفضل لاستلام درع التكريم. لو سمحت اقعدوا، خلي الناس تشوف لو سمحت. يلا اهلا وسهلا بكبارنا. حياكم الله وطيب الانفاس. اهلا وسهلا. لم يستطع الحضور بسبب وضعه الصحي، تتسلم درعته ابنته الدكتورة سلوى النجار، فلتتفضل مشكورة. الأستاذ الفاضل خالد خياط تخرج عام 1950، يقيم في عمان، عمل في وزارة الزراعة ومديرا لزراعة نابلس ومديرا لزراعة أبو ظبي، كما عين نائبا للبرلمان الأردني عن منطقة طولكرم. يتسلم تكريم درعه دكتور سلام ضياد رئيس الوزراء السابق، فليتفضل مشكورا. تخرج عام 1948 من فلسطيني الداخل، أكمل دراسة الماجستير والدكتوراه من أمريكي، وعمل مستشارا في مراكز الأبحاث وخبيرا لها، فليتفضل لاستلام درعه. داخل الفلسطيني، تخرج عام 1948، عمل في الزراعة والري، فليتفضل لاستلام درعه. طالبا فيها أثناء إدارته الحديدية، فليتفضل مشكورا.
الأستاذ الفاضل دكتور وصف الكفري من بلدة عبتيل عام 1953. عمل في التدريس، أكمل الماجستير والدكتوراه من ألمانيا، وليتفضل استلام الدرع. آسف، تجاوزنا. الأستاذ أمين أحمد الشنطي، فليتفضل استلام الدرع، تخرج عام 1950. نعتذر على هذا الخلل. الأستاذ الحاج نمر سنبوبة من عنبتة، أستاذ أمين شنطي. أهلا وسهلا. سنبوبة تخرج 1945، أسس مكتبة خضوري عام 1961 وكان رئيسا لها. حياك الله أستاذنا. ثم الأستاذ الفاضل هشام عورتاني من عنبتة، تخرج عام 1954، عمل في وزارة الزراعة الأردنية، ويتسلم زرع تكريمه الأستاذ محمد عورتاني، فليتفضل. الأستاذ الفاضل عبد الرحمن عوض من عنبتة، تخرج عام 1945، أتم دراسة الماجستير في الزراعة، ودرس مساقات زراعية في خضوري، وعين مديرا لكلية العروق، فليتفضل لاستلام درع. على هذا الانتظار، وتحياتي لآبائنا كبار السن. فالجهل موت النفس قبل الموت، وهو هو الشقاء. أرأيت من يدني جهولا أو يقرب أحمقا، ما كان أحرى أن تعيش المجد، بل ما أخلقا هذه خطور الفخر، ميدان التنافس والبقاء، هي شعلة الوطن الأغر، فكن فتاها الواثقة. ومع كلمة الخريجين يلقيها الطالب الأول على الجامعة عمر فيصل محاسن، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني بداية أن أرحب بدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، والوفد المرافق حفظكم الله، والأستاذ الدكتور علي زيدان وزير التربية والتعليم العالي المحترم، وسعادة الأستاذ الدكتور مروان عورتاني رئيس الجامعة المحترم، وعطوفة محافظ محافظة طولكرم
السيد جمال سعيد المحترم، الأهل والأحبة، الحضور الكريم، كل باسمه ولقبه ومسماه، مع عظيم احترامي وتقديري لكم جميعا، تحية لكم كونكم الأوفياء، توافدتم على صرحنا العلمي الشامخ جامعة فلسطين التقنية. يقول تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. لن يكسرنا احتلال، لن يعيقنا حرمان، لن نسقط في أرض كنعان، وسنرفع عاليا علم الوطن. من رحم المعاناة نصنع أملا، من قلب الثورة نصنع عزا، من عنفوان الختيار، من عنفوان الختيار أبا عمار نرفع نصرا، من صبرنا وصمودنا ننير ضربا، ومن جهودكم وإرادتنا نرتقي علما. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أيها الحفل الكريم، نشهد اليوم في لقائنا هذا حفل تخرج كوكبة من فرسان الدولة الفلسطينية، فوج الدولة، أبناء لكم طالما اعتبروكم مثلهم الأعلى وقدوة لهم في بلد من الله علينا أن نكون منه، لنتربى على أيديكم ونكبر ونتفاخر بانتسابنا لنسلكم. فكل الحاضرين هنا تعبوا وسهروا وقدموا لنا وخدمونا، لنقف هذه الوقفة الشامخة معلنين عن حصاد وفرحة طالما انتظرناهما كثيرا. نرحب بكم ونعبر لكم عن سعادتنا بكم، وكم كنا نشتاق لهذا اللقاء الذي يجمعنا بأحب الناس لقلوبنا. فقد ازدان بكم المكان، وما اجتمعنا بكم إلا لتقاسمونا فرحتنا، لأنها فرحتكم. فنحن كزرع زرعتموه منذ سنين، وجاء يوم حصادكم، فأنتم النور الذي نستضيء به في حياتنا. وفي هذا الموقف لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل وباقات من أجمل الورود والرياحين لإدارة جامعتنا التي وفرت لنا كل شيء ووصلت بنا إلى بر الأمان. وندين بالفضل العظيم بعد الله تعالى لأساتذتنا الكرام الذين أقف لهم إجلالاً وإكباراً، فلولا هذه الثلة الكريمة ما كانت هذه الظلال الطيبة لتطرح خيرها. ولن أكون ناكراً لجميل الأوفياء في مجلس الطلبة الذين عودونا خلال مسيراتنا التعليمية على تلك الوقفات الشامخة التي نرفع لها القبة احتراماً وتقديراً. وفي الختام، أتمنى أن يقبل كل من خطط وأعد ونفذ وشارك في هذا الحفل التكريمي شكرنا وعرفاننا، حتى يأتي يوم نرى فيه شعبنا ينعم بالحرية والاستقلال فوق ثراه الوطني بعاصمته قدس الأقداس. دمتم جميعا في خدمة الوطن الأجمل والجيل الذي يستحق.
شكرا للطالب على كلمته. وقبل أن نكمل حفلنا أيها الإخوة الطيبون، بلغت أن دولة رئيس الوزراء يعتذر عن الاستمرار بالحضور نظرا لارتباطات سابقة، فله أعماله في مواقع أخرى، عافاه الله وحفظه. شكرا دكتور رامي. وأزدري بك يا محن، قسما سأبقى شامخا مهما استبد بي الزمن، قسما سأبقى للأصالة والفضيلة يا وطن. والآن أطلب من طلبتنا الخريجين الوقوف بنظام ليرددوا قسم الخريجين الذي سيقوم بأدائه السيد النائب الأكاديمي دكتور سائد مليان. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك للخريجين وذويهم وأرجو ترديد القسم التالي. أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أعمل جاهدا لرفع كيانها، وأن أحترم قوانينها وأنظمتها وتقاليدها، والله على ما أقول شهيد. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، هؤلاء الطلبة أكملوا متطلبات تخرجهم، أرجو التفضل لاستكمال إجراءات تخرجهم. الفلسطينية الحكومية وبعد التحقق من استيفاء كافة شروط متطلبات التخرج وبناء على توصيات مجالس الكليات، قرر مجلس العمداء منح هؤلاء الطلبة درجاتهم العلمية التي يستحقونها وفق قوائم الخريجين. والآن دعونا ننثر زهور الحب والعطر والشكر لأبطال التفوق والمثابرة، فإلى تكريم طلبتنا الأوائل وتقديم جوائز التقدير أدعو الطلبة وأرجو التسلسل والسرعة في الموضوع. عمر فيصل محاسنة، الأول على الجامعة من كلية العلوم والآداب تخصص التربية الرياضية. ثانياً نور عبد الله محسن الخضرة، الأول على كلية الهندسة تخصص الهندسة الكهربائية. الأولى آسف طالبة الأولى على الأول على كلية الاقتصاد والإدارة والأعمال تخصص العلوم المصرية والمحوزة. رزان موسى فاخوري، الأولى على كلية الدبلوم تخصص تكنولوجيا هندسة الاتصالات. ثم رزان فاخوري، الأولى على كلية الدبلوم. آلاء محمد الخطيب، آلاء الخطيب الأولى على الإدارة الصناعية. كاميرات بعينكم. مفارس حسان طاغش، الأول على الإقامة الصناعية. عماد عبد الرحمن عماد أبو الطهير، الأول على الهندسة المعمارية.
الأول على تقنيات الزراعة. شباب ما نحكي عرب غاد غاد مش هو غاد 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 لا 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 اللي بعده خليل مصطفى حمامشي الأول على التكييف والتبريد. سماء خالد نصر الله الأولى على تقديم الأزياء. ثم حنين ناصر مصطفى الأولى على العلوم المالية المصرفية. والطالبة دانين عثمان خضر شامي الأولى على تخصص إدارة وأكمدة المكاتب. آية أحمد شرف الأولى على تخصص التربية الرياضية. وأخيرا تسنيم رأفت صالح الأولى على البرمجيات وقواعد البيانات. واستريحوا الآن تفضلوا بالجلوس وبعد هذا العمل بالحالة
شكرا لفرقة الجامعة للفلكلور. أخيرا أيها الإخوة، إنه يوم الحصاد، يوم جني الثمار، هذا اليوم الذي انتظرتموه على حر من الجمر، فمبارك لأبنائنا الخريجين والخريجات. هذا اليوم الذي يشكل منعطفا هاما في حياتكم العملية، فكونوا إخوتي سفراء خير وبركة لجامعتكم ووطنكم أيان تذهبون وأن تذهبون، واحفظوا وطنكم برموش أعينكم. والآن أدعو طبعا فليتفضل السيد رئيس الجامعة والأخ المحافظ، وأدعو الدكتور باسم سيد للقيام بمراسم تخريج كلية الهندسة والتكنولوجيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للطلبة الخريجين من كلية الهندسة والتكنولوجيا، وهم تخصص البكالوريوس التقني الهندسة الكهربائية، نور عبد الله محسن القدرة، الأولى على التخصص والأولى على الكلية، إبراهيم محمد أحمد خضر، أحمد راتب رجا صبرا، الحارث جلال غالب زايد، أنهار حسام العلي، أنوار عوني حمدان شايب، أماني سعيد محمد سعيد بدريدي، بهاء أحمد حسين محمود، لسان سليم أحمد جلال، جمانة محمد أحمد، حمزة طاهر عبد الله النعالوي، خديجة كمال حسين أبو الحسن، سمية فتحي موسى أبو دياب، عمر أحمد سليم السفاريني، عمر جمال إبراهيم صالح، محمد خالد كايد خضر، محمد صدقي محمود حسين، محمد مازن سعيد قصص، محمود فهمي محمود نوفل، إخلاص فؤاد أحمد جندي، بهاء أديب أبو جاموس، حسن أحمد حسن، دلال عادل عبد القادر عودي، ربا فؤاد أحمد عالية، فيحاء محمد علي حفيظة، قصي نديم عبد القادر أشقر، علا يوسف أحمد عنتري. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي في نفس التخصص: أحمد عدنان خليل الثاني، أحمد ندهان عبد الرازق جلال، أروض معاذ محفوظ حسين، آيات خير الدين عبد الجبار أبو حمدي، عز الدين جمال أحمد أبو حمدي، لطفي سليم لطفي عامر، ليالي موفق أحمد أبو ضي، وسيم حسام سعادي سعاد. تخصص هندسة كهربائية أقمشة صناعية، عبد الرحمن عامر عبد الرحمن السويدان الأول على التخصص، أسيل وائل محمود فناع، حازم جميل نمر رباح، خالد هاشم محمود نور، سعد خالد إبراهيم أبو العوف، سوزان عدنان أبو عيسى،
طلال ياسر فهمي عدي مصباح نايف أبو سيفين عماد مصطفى عيسى نزال محمد حسين محمد الشيخ المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي في نفس التخصص جعفر ناصير مصطفى حسين برهان حسين جميل السعدي حمدان هاشم حمدان صبرا فارس وليد علي عمر محمد رضوان خليل العطاوني مصعب محمد سليمان عظامطة محمد إبراهيم عبد الرحمن الحاج جهاد أحمد محمد عودي الحاسوب آلاء غالب محمود أبو غاني أول خريج من هذا التخصص المتوقع تخرجهم في نفس التخصص إخلاص أمجد زهدي كتاني سندس محمد زيد عبد القادر طابي تخصص هندسة الميكاترونكس المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي عبادة معين عبد الرحمن زيدان مرة أخرى مبارك لطلب الخريجين من كلية الهندسة والتكنولوجيا والكليات الأخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتخريج كلية العلوم والآداب أدعو الدكتور منصور العراوي فليتفضل مشكورا لتخريج الطلبة. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خريجو كلية العلوم، خريجو قسم التربية الرياضية، الأول على التخصص والأول على الكلية عمر فيصل علي محاسي. أحمد يوسف أحمد شلبي. أشرف محمد علي عبد الفتاح طويل. أصيلة تيسير محمود جوادي. أسيل محمد خميس عبد المعطي القاضي. أمير عاصم عبد بدران. حمزة عبد القادر سعيد مرابي. سماحة حاتم محمد جبارين. عادل أحمد يونس سيارة. عبد الله محمد أحمد صعابي. عبد الله مالعي محمود حمد. عثمان عبد السلام خالد جمل. علي محمد عطية عبد الرزاق عويوي. عمر فهد غالب عين غوسي. قطيبة دوسن محمد أبو سعدة. محمد
الحسن، منتصر توفيق عيسى وادي، لنا احمد دياب ملالحة، نور حسام نادر مرعي، هيا عزام راغب ملحيس، وفاء عصام كمال السعدي. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي احمد جميل عبد الله ابو خليل، رغد محمود عبد القادر مصار، روان خالد عبد الكريم ابو صفيه، سوزان خليل محمد جعود. ان سمحتوا يا اخوان الخريجين، رجاء اللي بيسلم شهادته يبقى مكانه، ممنوع يغادر المكان، هذا ليس جميلا من الطالب الخريج. لا تتم الفرحه الا بالجميع، عيب ان تخرجوا الان. شكرا. الرجاء يا اخوان كل واحد يلتزم في مكانه. سوزان خليل محمد جبور، صلاح محمد محمود الصريع، ضرار فارس عبد الرحيم ابو عمشه، محمد جبر عبد الوهاب سالم، محمود سمير احمد جرادات. والان خريجو قسم التربيه التكنولوجيه، الاول على التخصص سجود محمد سعيد بدير، امل محمد محمود رواجل، سجود غسان محمد الطير، سجى محمود حسن نصيف، شكري غسان شكري شكري، عروبة عيسى محمد حسان، محمد عبد الكريم محمود ابو احمد، مناهل صالح محمد جابر، مي سامي محمد نبتيتي، ميس فارس رشدي الزيدي، هديل سامي ابراهيم شعبان، يقين محمد نجيب العمري. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي احمد عمر عارف اليوسف، استقلال ابراهيم محمد عوض، ايمان مصطفى حمدان ضمايرة، اسراء فاروق حسن داوود، بشائر عبد الرحمن محمد شوارب، ليال عاهد خضر ابو خميس، منار عبد الرحيم اسعد كتاني، هبه محمد عيد سعيد صباح، وسيم حسني دياب اشقر، وعد هائل موسى السروجي، وفاء صلاح وحيد بدران. الآن خريجو قسم الرياضيات التطبيقية، الأول على التخصص ضحى محمد عبد اللطيف بدو، أسيل صالح محمد فاروق، آلاء زهير مدحت ياسين، أنوار عصام خالد ظاهر، آية عماد مرشد فنان، آسيا سمير توفيق خاطر، ديما إسماعيل عبد الفتاح عبدو، سهاد عبد الحكيم محمود عيد، سهى حازم خالد كتالي، عبير أحمد محمد أبو عمرة، لينا علي عبد القادر جدع، نهاد أكرم أحمد شوابي. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي تسليم يونس محمود ظافر، حنين خالد عبد الكريم عبدو، دعاء زهير احمد نعيم بدران، روان جمال احمد شهوان، روان عمر رضا القاسم، عهود محمد يوسف شريف، نداء جميل نمر رضاح، نورة اديب احمد القب، هند خالد محمد سويس، ولاء انور محمد فضل ضبطه، ونبارك لك.
لكم مرة أخرى. والسلام. ولتخريج كلية الاقتصاد والإدارة والأعمال أدعو دكتور خالد السويس. محمد أسعد توفيق وهو الأول على التخصص والأول على الكلية. أبرار صلاح الدين عبد الرحيم صعيدي، إبراهيم إياد عبد اللطيف زبن، أيثم محمد كمال لافي، أماني أحمد محمود حمد، أماني صالح حافظ قلتين، أماني ياسر مسعود بنين، ابتسام عبد الحكيم مصطفى حسن، أنصاف مصطفى أحمد كندس، آية رياض رشدي حموضة، آية محمود عبد الجواد عبد، أسيل ياسر صدفي سليمان، آلاء سمير محمد سعيد أبو صبي، أنوار كمال محمد سعيد أبو خليل، إحسان نواف شفيق مراعبي، إسراء ماهر نمير زبن، براءة فتحي أحمد أبو زيني، تحرير محمود عدنان عبيد، تمارا نبيل عبد الفتاح المدني، جعفر سلام عبد الرحمن زيدان، جمانة لطفي يونس ناصر، حسام باسم مصطفى حسن، حنان عمر عبد الفتاح حمشري، حنان نعمان جبر، حنين عدنان علي بدر، دانيا علي مسعود الفار، دعاء ابراهيم احمد ناطور، برضه اولادهم كمان، برضه اولادهم هناك، يلا اختي دعاء حسين محمد حسين الدريدي، دنيا عبد الله علي ابراهيم، رؤى توفيق مجد، رانيا محمد صالح ناطور، ربا مصطفى علي ابو دي، ريهام ماهر حسين يعقوب، روان توفيق رجا حميد، سامر طالب محمد عودي، سجى شاهد مسروح ابو الهدى، سلام عقل اسعد سلعه، سلوى عماد شريف عامر، سميه سهيل محمد سعادي، شادي باسم مصطفى سمودي، شدى مصطفى محمود جابر، شيماء ابراهيم عبد الفتاح نايبي، شيماء مروان محمود حجازي، شيماء سامح ابراهيم سامح، ضحى سامح مصطفى مرعي، ضحى صبحي عبد الكريم ياسين، عبد الرحمن محمود محمد ظاهر، عبد اللطيف محمود عبد اللطيف تجروري، علي مصطفى مثقال شحروري، علي مصطفى مثقال شحرور، عمر نعمان امين حمودي، فاطمه حسني امين دياب، فنان محمد توفيق عبودي، لما رشدي علي الحج، ليلى جلال عبد الكريم شارات، لينا طه مسعود جلال. مجدي خالد عز الدين خضر، محمد صالح توفيق هاشي، محمود سامي عوض حسين، مرام خيري محمد جوابرة، مرفت محمود أحمد عودة الله، مصعب محمد صالح حمدان، معن توفيق أحمد مصطفى، ملك جلال محمود نفاع، ميسم معتصم إبراهيم التطو،
ميمونة أحمد صالح طامي، نادرة خليل يوسف قاروط، نوار مراد فتحي عيسى، نور طلعت حافظ الضميري، نور ناجي محمد عواد، هبة بسام عبد الفتاح عبد الحق، هداية هشام عبد الرحمن عودة الله، هديل عماد هاني حطاب، هيا وليد إبراهيم أبو صفي، هيا ياسر رسمي فرح، وجدي مصطفى جمال مراعي، وفاء موفق سليم سمارة، ولاء سمير عبد الرحمن زغل، ياسمين محمد جميل محمد أبو عابد، يوسف سمير محمد زيتون. الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي من العلوم المالية والمصرفية المحوسب وهم أسماء جمال محمد أبو الكاوي، ربا إبراهيم زامل ضميري، رولا جواد فتحي كفيني، سجى محمد عبد الكريم يونس، شذا هاني عبد الله أبو طاحون، عبد الله أحمد رشاد صدقة، لونا أكرم خضر يونس، مرام إبراهيم عبد الكريم نور، منى خالد إبراهيم إبراهيم، منى لطفي عبد اللطيف خليل، منى نعمان عطية شهاب، نداء إبراهيم أحمد الشتاوي، نورة عفيف إبراهيم أبو صبية، نورة مازن محمود عدس. خريجو قسم الإدارة الصناعية، آلاء محمد علي الخطيب وهي الأولى على التخصص، نورة غالب رستم درابرة، أحمد محمد عبد اللطيف حمادني، أحمد مصطفى عبد الله غرهوش، أماني بسام محمد أبو شريفي، أناهيد موفق محمد حجي، أنس محمد عرابي حجي، آيات زياد أحمد أبو صاع، أدهم عمر عبد العزيز عمر، براء معاوي نمر زبن، بسام محمد توفيق عدوان، تسليم محمد وحيد بدران، حنان محمد عوض مرزوق، روند حسين أمين عبد الرحيم، سعيد محمد سعيد شريم، سهى أحمد خيري زرعي، ضياء منصور عبد القادر صوص، عبد الجبار عمر عبد الجبار دريدي، عليم مصطفى محمد أبو سنين، عميد خليل سعيد صالح، فايز عبد الرحمن فايز فتحي، فداء محمد عبد الكريم خليل، كريمة مراد سامي سليمان، لما نعمان محمد هندي، محمد علي توفيق الشوبكي، محمود عبد الفتاح أبو سعود صلاح، مي يوسف محمد رودي، نادية خالد رشيد أبو هنطش، نعمان ناصر أحمد جيتاوي، هديل سامي توفيق أبو صلاح، هناء محمد سعيد علي، وسام أحمد محمود حجاوي، وليد جمال أحمد زيتون. والمتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي من نفس التخصص أحمد محمد سعيد ريدي، تسنيم زكريا عبد الكريم جبار، ثائر عازم صديق جاموس، خالد محمود نمر أبو عمر، دانا عنان كامل أحمد، دعاء أحمد عبد الكريم ملحم، سعيد نعمان سعيد عبد الجواد، شفيع محمد صالح طرقاوي، عبد الله محمد عبد الله دراوشي، عدي محمد عدي محسن صبحي زهرة، عطاء وائل محمد جاموس، عمر باسل عمر قاضي، عمر محمود نمر أبو عمر، غدير محمد عبد الله خالد، هلال فاروق محمد المشد، Thank you.
الفصل الصيفي من أنظمة المعلومات المحاسبية، وهم محمد خالد عبد الله السريدي ومرام باسم عبد الكريم عبد الله. ألف مبروك لجميع الفريقين. شكرا. أنوه مرة أخرى للطلبة الخريجين، أرجو من الطلبة الخريجين الذين يتسلمون شهاداتهم أن يعودوا إلى مقاعدهم، كذلك أرجو من الأساتذة أن يبقوا في أماكنهم حتى تكتمل الفرحة أيها الإخوة. والآن أدعو واقفين، أرجو أن يجلسوا يا إخوان، فأنتم تحجبون الرؤية عمن خلفكم، هذا غير صح، رجاء اجلسوا. كتب التخريج هنا أيها الإخوة. ما أيها الإخوة كلية فلسطين التقنية. أدعو الدكتور بسام حمدان للمنصة لمناداة الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك لأبناء الطلبة، وكالعادة التالي للغالي تخصص الهندسة المعمارية. الأول على التخصص عبد الرحمن عماد الدين محمد الظهير، أحمد ياب أحمد الحويلدي، حمزة هشام محمد نصار، لواء ارتاح سدل. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي أسعد أحمد أسعد حمامرة، طارق مأمون أمين شديد، محمد باسم محمود نزازة. تخصص تكنولوجيا هندسة الاتصالات. الأولى على التخصص رزان موسى عبد الكريم فخوري، وهي الأولى على الكلية أيضا. أحمد ممدوح محمد حرب، براء جمال محمد نعالوة، بهاء بسام محمود عصوف، صلاح الدين محمد يوسف عواد، عبير مروان شريف أبو شنب، فارج محمد سلمان حكمة أران، ليث فتحي محمود أشقر، محمد سامي أحمد داود، مرشد عبد الفتاح رشيد بشير، مصطفى بطح الله مصطفى البري، مهدي جميل محمد زغل، البراء عادل محمد شرقة، باسل يوسف أحمد ياب النزال، بيان وحيد حامد سالم، رجاء أمين عبد جرار، شدى سامي محمد سمارة، عتاب نسيم عبد الكريم عطير، مجد عادل حسن قيوي.
المتوقع تخرجه على الفصل الصيفي عصمت عبد الله بكر قندوز، محمد عبد الرحمن قاسم دقة، وليد خليل اسماعيل عطير، عمير حربي محمد خطيب. تخصص تصميم الازياء وتصنيع الملابس، الاولى على التخصص سماء خالد عبد الحميد نصر الله، الاء زهير عبد الفتاح الجرشب، ثناء حسام عبد الفتاح ماضي، حمزه وليد صبح الزغل، رحيق محمد علي رشيد خربط، ريهام مدير رشيد سندق، علاء منتصر احمد سلمان، فراس عمر مصطفى ابو صلاح، محمود جبر محمود كتاني، محمود حاتم ابراهيم سلمان، نادية عصام صبح الزغل، يوسف ايمن احمد عوده. والمتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي احمد حفظي عبد الجبار خطيب، ايمان طالب يوسف مري، علي فريد علي حسن، عيسى احمد نسال. تخصص التكييف والتبريد، الاول على التخصص خليل مصطفى مسعود حماسه، حسن عدنان حسن الطيوي، علي عبد الخالق عبد الحميد نصر الله، فراس محمد خضر شديد، مأمون ابراهيم اسماعيل جلال، مصطفى احمد مصطفى ابو الرب. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي اوس جمال عبد القادر عوده، محمود محمد ناجي كميل، نور الدين محمد احمد ابو الحسن. تخصص اتمته الصناعيه، الاول على التخصص فارس حسام محمد حسن طافش، احمد باسم احمد باسم اسعد حواري، اوس توفيق عبد المجيد مراعي، ايهاب احمد عبد الله صليح، سعيد محمد محمود مرعي، ماهر محمد علي كتاني، مصطفى خالد مصطفى مصيري، مصطفى عامر مصطفى حمدان. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي محمد ابراهيم عبد الرحمن الحاج، همام فؤاد عبد الرحيم المصري، جهاد احمد محمد عوده. الأولى على التخصص حنين ناصر عبد القادر مصطفى، أحمد عطا محمد عامر، أحمد ماهر عبد الرحمن قدان، أدهم سفيان محمد تايل، أنس مصطفى إبراهيم سلمان، آية زياد محمد نوري، إيلانا زهير محمد رشيد بدراني، أسماء دياب حسن عراقي، أمواج عمر عبد اللطيف عمر، إبراهيم أحمد مكلح طلوزي، إسراء مسلم محمد حمد، إسماعيل صلاح إسماعيل مصاوى، إياد عبد الرحمن أسعد بدران، بشرى مؤيد يوسف عبيد، تائر أمين عبد اللطيف أبو سعدة، حازم حسن إبراهيم العلي، حسن عامر حسن قرعي، حنين هاشم عبد اللطيف شحرور، خلود عبد الله صالح صالح، أسامة باسم محمد جابر، ريهام نائل أحمد حسن، رواند نضال سعيد الحصري، سلمان أحمد فوزي سلمان، سميحة صبح محمد برابرة، شادي مهيب حسن قري، صابرين أسامة محمد سعيد نوري، عمر علي حسني حجازي، محمد أحمد حسين نصر الله، محمد عصام أحمد خالد، ملاك وليد أمين خولي، مهدي محمد طلال إبراهيم بلقاوي، نائل سعيد محمد رداد، محمود رداد،
نعيمان فؤاد محمد دياب، نداء عطاء محمد عامر، مسرين محمد محمود صادق، أمام وليد محمد جوابرة، يابا محسن محمد فتوح. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي: ألفا عبد الفتاح يوسف حجازي، أماني عيسى موسى قاسم، أنجام محمود أحمد جارون، إناس صبري إبراهيم شري، أنوار معتز عبد اللطيف جانم، رأفت جودة سليمان مجدود، رفيق رياض غالب ترتيني، سارة سعيد كامل طريق، سليمة فازة عبد المجيد زهادي، عبد السلام بسام مقالدن، فارس هاشم عبد اللطيف شحور، محمد عبد الفتاح محمد رضوان، مرام أحمد أسعد غانم، مرام فؤاد محمد دياب، معالي اعتماد أمين سعيد غانم، نامش حادي محمد مصطفى. الأولى على التخصص: جالين عثمان خضر شامل، إبراهيم محمد إبراهيم بدوي، إسراء هشام مصطفى كتاني، أسماء عاطف عساف أبو زيني، ألاء مصطفى سليم سنيورة، أنهار فيصل فضل علوشي، أسامة جمال إبراهيم أبو شمس، أثنان بسام محمد هرشة، ألاء جمال محمد عباس، أنوار حسني عبد الكريم رجب، إبراهيم محمد إبراهيم الحم، إناس سمير زهدي علارية، براء عبد الغني رمزي الداوي، براء يوسف ناجي برابرة، بسمة ماهر عبد الرحمن قدام، بشار محمد يعقوب شبين، تاهر عماد عبد الكريم همشري، جهاد نواف رجباية، دانيا إبراهيم عبد الفتاح يعقوب، رائد طاهر يوسف تريدي، رامي فتح محمد صالح سمارة، رشا بسام محمد ربيع الديب، روان طالب محمود أبو جاموس، رولا أنور حسين سرحان، ثمر محمد مصطفى حمد، سهى مرشد جبارة جبارة، سومر محمود حسين نايتم، فاروق راشد يابو أواد، وأيضا محمد حسين سرحان، طه حسين خضر شامل، عز كريم إبراهيم درباس، وهود ناجي محمد رشيد قيسي، غنى محمد توفيق عبودي، فادية سميح خضر عبيد، فردوس حسام الدين أمير جابر، لمياء عطية فريد الغريبة، محمد أسعد حسن طهران، محمد رياض محمود جوابر، مهند فريد صبح إبراهيم، إبا بلال محمد السبيط، ولاء ماهر سليم الحنبلي، ولاء محمد أحمد بلقيسي، ياسمين بسام محمد يعقوب، ياسمين سلامة عبد الرحيم غريم. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي: أنس خالد محمد علاجمن، أنس عبد الرحيم فؤاد هلال، أدهم رأفت صالح مجد، أسماء عماد عبد الفتاح مدلل، أمل هاني محمد شديد، بدر حازم عبد الحميد جانم، تمارا علي محمود همشري، حنان خالد شحاد شاهين، روان نعيم محمد رضوان، ريم ماهر يوسف قرافة، ساجدة جمال رفيق الشيخ علي، ساجدة طاهر عبد الكريم شواهن، سمير حسام خليل يونس، سنة بنيامين سليم حلف، سندس عماد محمد مصاري، سهير نصفت رزق سالم، سيف الدين عصام حسين خدام، شرف أمين سليم خلف، فاروق أمين محمد نسيم شديد، كفاء علي أحمد همشري، صبرين فضل نجيب كسبر، علاء وجيه خالد خليل يعقوب، علي صبحي علي سندس، وهود حكمة محمد عالية،
فاطمة لاتم فايز اللامية، ليلى خالد خضر جابر، محمد آدم محمد حجة، محمد هشام عبد الله عودة، مريم نافذ زهدي حسن، ملاك ناصر أحمد مهداوي، منى كامل سعيد سليمان، مها يوسف محمد قدرو، نرمين محمد صالح فقهار، نبيل حسني السيد جزار، نورة رفيق حسن نور، هبة باسم محمد القيسي، يقين شاهد نعيم جوابرة، سجود فارس كنعان، شريف مصاري. محمد عبد الحكيم طاهر حمدان، محمود بلال محمد طايع، مرام عزام مروان الراعي، ميساء ياسر محمد عبد الحق، المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي، أنصاف زياد محمد ملحم، بهاء معين علي سالم، جهاد عبد الله مصطفى أبو عيد، روان حمزة رشيد مصاوة، ضحى عدنان عبد الله جيتاوي، فارس علاء عبد الكريم حمد، ليث محمد علي أبو حمدة، مهدي محمد عبد المنعم نمورة، هديل خالد علي أبو قاسمية. دبلوم التربية الرياضية الأولى على التخصص آية أحمد هاشم عثمان شرف، أحلام رامي فهمي صباح، أحمد ضيف الله يوسف داود، أحمد عبد القادر عباس بكري، أحمد عصام أحمد السروجي، أشرف مروان صبحي يمين، ألاء محمود مسعود نصر، إلهام نادر علي زهران، أمل خيري أحمد شيخ إبراهيم، أمين معزوز محمد أمين علي، أنس أحمد سليمان أبو حسن، أنس إياد محمد عمار، أنس محمد يوسف سمحان، أنسان غسان خليل أبو ريا، أياد فاروق عبد الفتاح فقهة،
حسين شريف حسين حليم، تسليم محمد أمين أبو عبيد، حنان بسيم محمد شبيطة، حنان فارس عبد العزيز شبيطة، دانيا نزار أحمد صباح، رامي يحيى فوزي عرفات، روبا جودة محمد شوابكن، روان علي عبد الله يعقوب، روى شوقي محمد رشيد آسيا، سالي زياد أحمد دواني، سجع عبد الكريم عبد الغني عبد الرحيم، سلام عقل عبد الله سمعنا، سماح فهمي مسعود مرعي، سماح مفيد محمد أبو عصب، سونا سامي أحمد عطاطرة، سداد محمد محمود ربعي، شفاء إسماعيل مصطفى ملحم، سمود عطرة محمد أبو شهادة، دوحة عمر نعيم زغل، عبد الإله محمود إبراهيم جمعة، عبد الله مرعي محمود محمد، عدي صبيح توفيق قندوجي، عقل خالد إبراهيم حمانسة، علا محمد خليل زبن، علي رضا رشيد بشير، علي مازن إبراهيم حماسة، عماد سامي أحمد ناصر، عمر ماهر أمير السعدي، فارس مصطفى محمد جوابر، فاروق نور الدين محمود زكابني، فريد محمد فريد بشير، محمد باسم جميل، محمد عبد الهادي عبد الرحيم شاور، محمد عدنان خليل عيدي، محمد عمر علي الغول، محمد نسيم محمد سعيد فاكور، محمود محمد محمود حامد، محمود يحيى سلمان غول، ملاك حماد عبد الله قنديل، منتصر عبد الله محمد زيد الكيلاني، ناهض عبد الله احمد زداوي، أدير بسام عوض محمد، أنا بسام محمود حجازي، هيثم زهير اسماعيل داوود، وجدي حمدان احمد شلالده، وسيم عوض عويض النصر، ياسمين ابراهيم عبد الله الرب، جزم عمان حسين اسماعيل. والان المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي، ابتهال نضال فضل سروجي، اسامه محمد حسن عمار، اسراء طارق عبد الكريم ابو ذكر، ايمن احمد عقاب عمر، رائد محمد محمود جربان، روان صالح حسين شيخ علي، سهر محمود مصطفى موسى، عيسى امجد محمد توم، مجد عمر شيخ ملاني، مجد عمر محمود زاير، محمد ربيع كمال موسى شلالده، محمد غالب عبد الرحيم تركيه، جهاد محمد عوض زيدان نور الدين عصام بني حسن. الأول على التخصص أحمد محمود محمد أبو سعدة، سعيد عماد أحمد شريف. المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي محمد بسام أحمد الجاهد، موسى إسماعيل، محمد شعفور. مبارك للجميع. طفلة صغيرة عمرها 6 سنين تلبس فستانا أخضر، فلتحضر إلى المنصة إن كانت موجودة. أي إنسان يجدها يأتي إلى المنصة، إذا تلبس جاكيت بني يا إخوان.
الخريجين والخريجات، شكرا لكم جميعا، يعطيكم